السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين. احنا نريد الله سبحانه وتعالى نطلب منه بهاي الليلة والمكان المقدس أن نموت على ولاية علي بن أبي طالب، وخلينا على الفطرة. ما نريد واحد يقرأ لنا فلسفة وهاي ما يصير وذيك ما يصير وهاي خوفها وذي، لا خلونا، ما حد يدخل بعقيدتنا، هاي عقيدتنا ممنوع. وحدة من أهل العمارة عراقية مات ابنها، أريد فطرة هاي المرة احنا الله يطمنها. أسولف لك، مات ابنها بالعمارة ودول أهل الجنوب جنوب العراق، الأم حنينة أكثر من غيرها الصغير، جابوا وصلوا الصبح غسلوا حنطوه شفنوا وزوروا المولى صلوا عليه ودفنوا، بقت قاعدة على القبر من الصبح قالوا الظالم، قالوا لها قومي راح تموتين، صار الليل وانت قلب أم، قومي راح تموتين. قامت وصار الليل، توجهت إلى أمير المؤمنين، مو كتبت الشعر، مو عدها وحجتها، يسموا هذا الشعر الارتجالي، بساح ولد في تلك الساعة. توجهت إلى أمير المؤمنين قالت لدخيلك يا علي هل صار الغروب، دخيلك يا علي الفايها الغروب، وابن من الصبح يما يقذف انت، صدق الله ورسوله ما يقصرون، صدق الله ورسوله ما يقصرون، لا تشلي ليله الوحش نريدك انت. شلون فطره طاهره، شلون فطره حلوه، يا علي يا علي يا علي دخيلك يا علي احضرنا. قولوا ان الذي يموت يراني حار همدان عن علي رواه، فتمنيت ان اموت مرارا كل يوم وليله لاراه، منكر وحق المال فضل العمر، من كار علي علي وتهتز للكونية، من كار من كرنا ما هم ابنك يير وصوت، من كار او دخي الى نبع الحميل حميل. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين. أوه 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 أوه.